بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت سابقا في مناسبة ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين هو تحرير الإنسان من تسلط أخيه الإنسان، ولذلك نجد أن هذا الدين هو طاعة للرب تبارك وتعالى، لا عبودية فيه لا لفرد ولا لأسرة حتى ولا للأهواء والشهوات. يقول الله سبحانه وتعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه الآية قد نزلت في زيد الذي هو كان عبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبناه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ألغى الإسلام موضوع التبني وقال: وأمرنا أن ننسب الأبناء لآبائهم، فإن لم نعلم آباءهم في الفترة الجاهلية السابقة فإخوانكم في الدين. ونزل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نلاحظ هذه التوجيهات الربانية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات أولاده وهم صغار، هل لذلك حكمة؟ ما في شك، ربنا تبارك وتعالى حكيم عليم خبير. لذلك آخر الآية كان قوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. فالآية تشير بشكل صريح واضح إلى أنه ربما يأتي أناس يقدسون النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقديسا إلى حد العبادة، ويقدسون نسله، فيجعلون أو يظنون أن النبوة والحكم في نسله. لا، ألغى الإسلام موضوع انتقال حكم الناس من شخص إلى شخص في أسرته أو من أبنائه أو غير ذلك. هذه الآية واضحة تبين أنه لا تسلط لفرد ولا لأسرة، إنما المؤمنون يختارون من يحكمهم بالتشاور، ونص القرآن على ذلك، فقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. العالم كله لا يعرف الشورى كان قبل، ولا يعرف شيء عن الديمقراطية ولا غيرها. القرآن ينزل من خمسة عشر قرنا فيقول سبحانه: وأمرهم شورى بينهم. فاكتمل الدين وأزال الله تسلط الإنسان على الإنسان باسم الدين. ولذلك نرى أناسا قد ضلوا بزعمهم أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون آل بيته. نعم، نحن المسلمين كلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيته الطيبين الطاهرين، أما من شذ من آل بيته عن هدي سيد المرسلين فليس منا ولسنا منه. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: سلمان منا آل البيت. لما؟ لأنه آمن واستقام على أمر الله الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمر ليس تابعا لأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نحبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أجل أن نحترمه ونطيعه ونوقره ونتبع الهدي الذي وجهنا إليه. ولذلك تأتي آيات أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى تبين مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته التي يستقيم عليها. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فذكر الله لرسوله خمس مهام، ممكن بعض المهام تدخل بعضها، ممكن أن نوزعها ونبينها. المهمة الأولى أو الصفة الأولى أنه يبلغ الناس شرع الله، ويشهد يوم القيامة على أمته أنه بلغهم شرع الله شاهدا ومبشرا. الوصف أن أرسلناك شاهدا يعني تبلغهم وتشهد عليهم. الوصف الثاني أو المهمة الثانية مبشرا، تبشر من آمن بالله واليوم الآخر،
وأطاع الله سبحانه وتعالى بالجنة. ونذيرا هذا الوصف الثالث، تنذر من كذب وعصى ربه خالق الكائنات، تنذره بأن له عذابا شديد في النار. الوصف الرابع، وأرسلناك داعيا إلى الله بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه. الإسلام أيها الإخوة دين تحرر، والحمد لله على دين الإسلام. ليس كأديان الباطل أيا كان نوع هذا الدين، من صنع البشر أو من الأديان المحرفة. هي الدين عندما يحرف يصبح تسلط من الإنسان على الإنسان. ديننا بين واضحا مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس إلها يعبد، لا، إنما هو مبلغ داعي إلى من يدعو، ليس يدعو إلى بشر ولا إلى تنظيم وضعه إنسان، إنما يدعو الناس إلى ربهم بإذن الله، يعني بأمر الله. هو الذي أمره أن يأمر الناس بطاعة الله ويدعوهم إلى الله بالحكمة، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أما الوصف الخامس أو المهمة الخامسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي قام بها، وسراجا منيرا. السراج من يكون نوره في ذاته وضوءه في ذاته، مثل الشمس، والشمس تنير القمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كالسراج بالنسبة للأمة، ينير الحق في قلوب المؤمنين عندما يبلغهم أمر الله فيؤمنوا بالله ورسوله، فيؤثر الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم هذا التأثير الإيماني، ويكون كل واحد من المؤمنين ذا نور يستطيع أن يدعو الناس إلى الله. الدعوة إلى الله هي مهمة كل مؤمن. أما تفاصيل الدين وأحكامه فهذا يحتاج إلى اختصاص لأهل العلم حتى يستنبط الحكم الشرعي. فدين كامل جاء به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على الإسلام، والحمد لله أن كنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.